علاقة حميمية بين باسل وكريستينا، وهنشوف ازاي باسل هيكون منهار من تصرفاتها وهيطردها. اما عن فاي فبتحاول ان هي تثبت براءتها قدام عليا، وعليا قالت لها ترجع تاني على الشغل عادي، لكن راحت وقابلت زياد والمفاجأة كانت قوية جدا لما جواد يشوفها للمرة التانية وهي بتخونه. تعالوا النهاردة نتكلم مع بعض عن أحداث وتسريبات مسلسل كريستال، تحديدا حلقة 38. تابعوا للنهاية، الأحداث مشوقة فيه جدا. بتروح وبتتكلم مع البنت السكرتيرة بتاعت عليا وبتقولها انت قلتي لي اروح للراجل ده، وقلتي كمان ان عليا هي اللي قالتك. قالت لها ما حصلش حاجة وانا ما قلتلكيش حاجة، وانكرت تماما. ففي زعقت وعلت صوتها، قالت لها انت قلتي لي. وعليا بتيجي على صوته بتقول اللي بيحصل هنا. فهي بتحاول تبرر موقفها، لكن عليا بتاخدها على جوه وبتقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده. اوس كمان بيقول للبنت المساعدة بتاعت عليا انت بتكدبي ليه، اكيد انا مصدق فيه. قالت له وانت وهي المفروض تاخدوا بالكم من شغلكم، جايين هنا تشتغلوا مش تفضحوا الدنيا، وانتوا زودتوها قوي. بعد كده بنلاقي عليا قاعده عامله نفسها زعلانه من فاي. فاي بتقول ان هي ما عملتش حاجه، وان المساعده هي اللي خلتها تروح الميعاد ده، وهي دلوقتي بتنكر وهي مش عارفه بتنكر ليه. لو مش عايزاني في الشغل انا ممكن امشي. قالت لها مش هتمشي من الشغل وهتكملي شغلك طبعا. قالت لها انت انسانه طيبه جدا، انا كمان انا ما كنتش عايزه اسيء استعمال الثقه دي، لكن فعلا انا ما عملتش حاجه. علي قالت لها ان هي مصدقه المساعده بتاعتها لانها قديمه معاها، وقالت لها الموضوع ده يتقفل وما تتكلميش تاني معايا فيه. اما اوس فبيقول للمساعده ان هو مصدق فيه. قالت لها ايه اللي بيحصل بالظبط وليه بتتخانقي معاها. قالت له انت على فكره وفي المفروض جايين عشان تشتغلوا، ايه اللي انت بتعملوه ده اصلا، مالكوش دعوه، وعاملته معامله وحشه. عليا قاعدة مع فاي وبتقولها ايه اللي بيحصل. قالت لها ان السكرتيرة بتاعتك بتنكر ان هي بعتتني للراجل ده، هي اللي بعتتني، وطبعا اللي انتوا فاهمينه غلط، وانا لو انت متضايقة مني ممكن اقدم استقالتي. قالت لها لا ما تقدميش استقالتك ولا حاجة، وهترجعي تاني تشتغلي عادي عندي. قالت لها انت انسانة طيبة جدا يا عليا. قالت لها اتفضلي دلوقتي على شغلك. قالت لها ايوه بس كنت عايزة اقولك على حاجة، انا كمان قلت للراجل ده ان انا مبعوتة من طرفها وان هي اللي بعتتني. قالت لها فاي خلاص نقفل على الموضوع ده نهائي، ما تجيبيش سيره الموضوع ده تاني، اتفضلي دلوقتي شوفي شغلك. بعد كده بتدخل المساعده عند عليا بعد ما بتشوف ان فاي مصره ان هي تقابل الراجل ده علشان تقوله يروح ويفهمهم اللي حصل، وان هي بالفعل مبعوته من طرفها. فحبت تتكلم معاه، كلمته شافته في مكان معين فراحت على طول علشان خاطر تقابله. المساعدة أول ما شافت الوضع قدامها راحت على طول علشان تبلغ عليا، وقالت لها إن في دلوقتي خارجة ورايحة علشان خاطر تقابل الراجل ده. طبعا عليا عندها خطة، كلمت دكتور جواد بتقول له كنا هنقابل الناس إن هما تبع المشفى الجديد، طيب بدل ما نقابلهم في المكتب إيه رأيك لما ممكن مثلا نقابلهم في مكان تاني، ممكن نقابلهم مثلا في مكان، قالت له يعني على اسم المكان، المكان ده اللي رايحة أصلا فيه في علشان تقابل رجل الأعمال ده علشان تتفاهم معاه. بنلاقي بعد كده ان لميا بتتكلم في التليفون، الراجل ده اللي هو رجل الاعمال اللي كان متفق معاها على فاي كان بيكلمها، وبتقول له خلاص لما البنت توصل بعرفني. ورد جات علشان تتكلم مع لميا وتقول انا عايز اتكلم معاكي في موضوع. قالت لها انت جريئه قوي ابعدي عن طريقي. قالت لها ما انت لازم تعرفي ايه اللي بيعمله حفيدك الوحيد. قالت لها مش عايزه اعرف. قالت لها لا لازم تعرفي، استني هنا انا هفضحكوا كلكم، تامر بيحب أختي وبيضحك عليها وبيفهمها إن هو بيحبها، لازم تبعدوا عننا وكفاية كده، أنا قلتلك وحذرتك أنا ممكن أفضحكوا كلكم، ابعدي تامر عن أختي. لميا بصت لها كده ودخلت وسابتها. ورد كانت مبسوطة طبعا إنها عملت كده. رحاب بتهزق ندى وهي بتطبخ بتقولها أنتوا زودتوها قوي، أنا لو من عليا هانم كنت خليتكوا أصلا كلكوا برا. قالت لها كفاية بقى كلامك ده. قالت لها لا مش كفاية، أنتوا أصلا واقحة. هزقتها ومشيت. بيجي طلال وبيقول مين اللي مزعل مراتي. قالت عادي ما انا متعوده من رحاب على الكلام ده. قال لا بجد ما تزعليش عشان خاطر موضوع الحمل، لو انت دلوقتي نفسك في حاجه قوليها علشان خاطر اوديك المطعم واكلك اللي انت عايزاه لو بتتوحمي يعني. قالت له فعلا هتوديني؟ قال لها ايوه طبعا. قالت له خلاص بس خايفه بابا يشوفنا، عامه بابا مش موجود دلوقتي، يلا بسرعه سبقني وانا جاي وراك. فهي بتروح وبتسال على المكان اللي قاعد فيه رجل الاعمال وبتروح له وبتقول ان هي عايزه تتكلم معاه. قال لها اتفضلي. قالت له لا مش هتفضل، انا بس عايزه اقول كلمتين لو سمحت، انا كنت عايزه اوضح لك اللي حصل. قال لها انا اللي كنت عايزه اتكلم معاكي، لان بجد انا اسف جدا للي حصل النهارده، موضوع يعني ان انا حاولت اتحرش بيكي.
قالت له لو عايز تسامحني يبقى لازم تتكلم مع عليا وتقول لها ان انا فعلا ما جيتش من نفسي وان المساعده بتاعتها هي اللي بعتتني. قال ايوه بس اصلا عليا مش بترد عليا، وعلى فكره انا شفت كمان ان في حاجه بينك وبين دكتور جواد، شكله اتضايق لما شافنا مع بعض. انا مش بسال علشان حاجه، ما تفهمينيش غلط، انا بس بسال علشان خاطر لو في ايدي حاجه اوضحها له او كده يعني ممكن. قالت له فعلا؟ طيب انا متشكره جدا فعلا، يا ريت توضح كل حاجه لعليا وكمان للدكتور جواد. قال لها تمام. بعد كده بنلاقي ان الراجل ده رجل الاعمال بيتصل بجواد وبيقول له كنت عايز اتكلم معاك بخصوص موضوع عليا مش بترد عليا، يا ريت تساعدني انا عايز اصالحها. قال له انا دلوقتي مش فاضي وعندي اجتماع. قال له استنى بس، بس يا ريت تساعدني، صدقني البنت دي هي اللي جات لي لحد عندي، انا ما كنتش عايزه ابدا ان انا اقابلها، هي اللي جات لي على الشركه وقالت لي نروح على الفندق. طبعا الكلام ده كان بيقوله عشان يفرق بين جواد وبين فاي، ودي الخطه اللي اتفق عليها مع لميا لما قالت له ياخد الفندق يشغله وياخد ربحه 5 سنين مقابل ان هو يفرق بين فاي وبين جواد. كلمها بعد كده وقالها ان الامور ماشيه تمام وان الخطه ماشيه تمام. دلوقتي بقى دور لميا علشان تفرق بين تامر وبين رفيف. راحت طبعا لما عرفت ان تامر بيكلم رفيف بيقول انا مقابلك بره يلا استنيني، قالت له ان هي في حاجه ضروريه عايزه تعملها وقالت له يعملها لها يعني علشان تسهيه وما يخرجش بره. وبعد كده خرجت وقابلت رفيف، قالت لها لو سمحتي انت صديقه تامر صح؟ قالت لها اه. قالت لها طيب كنت عايزه بس منك حاجه، يعني تامر مسافر بعد 15 يوم علشان يدرس بره، كنت عايزاكي بس تساعديني علشان خاطر نجمع اصحابه ونعمل حفله يعني بمناسبه ان هو مسافر عشان يدرس بره، بس اوعي تقولي لحد خليها مفاجاه. طبعا رفيف اتصدمت وبكت، قالت لها ايه ده وانت ما كنتيش تعرفي ان هو مسافر؟ ما كنتش اعرف والله. طبعا هي بتعمل كده عشان تفرق بينهم. رفيف بكت ومشيت على طول وراحت على اوضتها وفضلت تبكي وتعيط وبتقول عليه تامر ان هو مخادع وان هو ضحك عليها. ندى وطلال موجودين في مكان، ما ودهاش طبعا مطعم فخم ولا حاجه، انتوا عارفين ان طلال بخيل، علشان كده ودها مكان كده يعني زي في شارع او حاجه، مكان رخيص. قعدوا ياكلوا وهم قاعدين بياكلوا كده ومنسجمين، تامر كان موجود في نفس المكان، طلال شافه وراح استخبى على طول ورا العربيه وقال لندى ان ابوكي وراكي. راحت ندى تقول لباباها انا هنا علشان خاطر بس يعني كنت نفسي في الاكله دي فجيت عشان اكل يعني. قال لها ايه اللي خرجك دلوقتي؟ يلا على البيت. لكن طلال كان بيخاف من الكلاب ولما شاف كلب وراه طلع يجري، فطبعا سمير شافه وهو بيجري فعرف ان هما كانوا مع بعض. قال له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له عمي ما تفرقش بيني وبين ندى احنا بنحب بعض لو سمحت. قال له انت تخلص خالص امشي من هنا، وخد بنته ومشي. وساعتها طلال اتضايق جدا. البنت بقى اللي قاعده مع باسل بتهتم بيه كانت قاعده جنبه بيتفرجوا على فيلم، البنت مصره ان هي تعمل معاه علاقه علشان خاطر يتجوزها، علشان كده كانوا قاعدين بيتابعوا فيلم، كانت قريبة جدا منه فحس بالإحراج وقام خرجت على طول وراه وقالت له إن هي بتحبه وإن هي عايزة تقرب منه. أثناء ما هم قاعدين مع بعض قربت منه أكتر، فضلت تقرب منه قالها ابعدي امشي من هنا، لكن ساعتها ما قدرش إن هو يقاوم فعمل معاها علاقة. بعد كده بنشوف إن تامر فضل يتصل على رفيف ومش بترد عليه، طبعا هي فاكرة إن هو بيكذب عليها. راح خبط عليها الباب، قالت له ايه اللي جابك هنا امشي؟ قال لها مش بترد عليا كان لازم اجي. قالت له امشي بابا يشوفك. قال لها خلاص اخرجي قبليني. خرجت معاه وقالت له انت عايز ايه مني بالظبط؟ انت كذاب ومخادع. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له مش مسافر امريكا كمان كام يوم؟ قال لها انا مسافر؟ لا طبعا ما حصلش ولا هيحصل. قالت له ايوه بس جدتك قابلتني وقالت لي الكلام ده. قال لها لا جدتي كذابه، انا مش هسافر ولا هسيبك، انا بحبك ومش هستغنى عنك. تامر خرج زي المجنون راح اتخانق مع لميا، ازاي تعملي حاجه زي كده وازاي عايزه اصلا تخليني ادرس بره؟ امتى الكلام ده اصلا حصل؟ انت عايزه تفرقي بيني وبين الانسان اللي بيحبها رفيف؟ انت فاكراني زي ابنك ده؟ انا مش زيه. طبعا كان هيمسك في بابا ويتخانقوا. لم يهدد الموقف بينهم، قالت له لازم تدرس بره انا عارفه مصلحتك. قال لها تقدري تحكمي على العاملات اللي عندك في البيت لكن انا لا. اتخانق معاها خناقه قويه جدا وسابها ومشي. باسل بعد ما عمل علاقه مع البنت غصب عنه بعد ما قارته رد وقالها ان هي سيئه جدا وان هي انسانه مش كويسه، وقالت له انا بحبك وعادي اللي حصل بينا احنا بنحب بعض. قال لها كل حاجه حصلت انت سببها وانا مش عايزك وامشي، وطردها وبيبكي وبيقول ان كل حاجه بسبب فيا. فهي جايه تسال على باسل رحاب طردتها وقالت لها امشي من هنا
علشان كده أول ما رحاب مشيت طلعت عشان تقابل باسل من وراها. باسل كان متضايق جدا ومتعصب وبيقول اخرجي، على أساس إن هي البنت يعني اللي كانت عنده، لكن بتطلع في أول ما شافها اتصدم وقال لها مش عايزك انتي كمان، اخرجي بره. قالها انتي مش بتحبيني وكل اللي حصل بسببك انتي، انتي كدابة كدبتي عليا. قالت له لا طبعا، ازاي مش بحبك، انت حاجة غالية عندي جدا، ليه بتعمل كده؟ رد وقال لها ان هو عمل حاجة ما كانش ابدا عايز يعملها. قالت له ايه هي الحاجة دي؟ قال لها اخرجي بره، مش عايزة اقابلك. عليا رجع مع جواد وبتشكره على اليوم ده اللي هما يعني كانوا موجودين مع الناس وخلصوا موضوع المشروع، وبتقول له نحتفل احتفال صغير يعني علشان خاطر عندنا كمان جايزة بكرة. لكن وهي مع جواد شافت فاي، فهي خارجة من عند باسل وبتقول لعليا إيه الأستاذ ده اللي ورا رجل الأعمال أكيد كلمكم أنتوا الاتنين وفهمكم الأمر صح؟ طبعا رد جواد قالها أيوة طبعا فهمت كل حاجة. طبعا هو فهم عكس اللي هي متوقعة خالص. بعد كده بيقول لعليا إن هو تعبان، خلي الاحتفال يوم تاني. بعد كده أول ما عليا دخلت رحاب قالت إن باسل كان متضايق جدا، وفي راحت له وانا ما قدرتش امنعها، راحت من ورايا وكان خطبان جدا. البنت اللي كانت عند باسل نازله وبتقول لي عليا ان هي هتمشي. قالت لها ازاي تمشي وسايبه باسل بالحاله دي؟ مش قلت لك تقعدي معاه؟ قالت لها صدقيني انا عملت اللي في وسعي وزياده كمان. وبتمشي. عليا مستغربه طريقتها، عليا بتخبط على باسل مش عايز ابدا ان هو يفتح لها. بتقول له طيب اللي عمل فيك كده هي في، طيب افتح لي. ما رضيش ابدا ان هو يفتح. رفيف بتبكي عشان خاطر موضوع تامر. وبعد كده فاي كمان جه عشان تواسيها. ورد بقى بتشمت فيهم، بتقول انتوا الاتنين عاملين ادوار البنات البريئين يعني، واكيد طبعا خدتوا يعني الخازوق الكبير من الرجاله اللي انتوا بتعرفوهم، انا شفتني فيكوا على فكره. قالوا لا امشي احنا مش عايزين اصلا نتكلم معاكي. قالت لهم اصلا انا خارجه وسايبه لكم الاوضه، انتوا اصلا بقيتوا تقرفوا. وخرجت علشان تقعد مع ندى. طلال جاي بيخبط على الازاز وعايز يتكلم مع ندى. ندى طبعا قالت له امشي عشان بابا هيشوفك. بالفعل سمير جه ونادى على ندى علشان خاطر كان عايز حاجه، وقالت له على مكان الحاجه دي والمفروض انها تخرج دلوقتي عشان تقابله، واداها ورد. وطبعا بيحاول يقرب منها لانه شايف ان باباها مصر على الطلاق، وبيقول ان هو لا بيحبها ومش عايز ان هو يسيبها. ولما الاب بيخرج يرمي الزباله، ندى بتروح علشان تاخد الزباله منه. وبعد كده بيطلع بيستخبى وبيكون مستخبي جوه الزباله. ولما ندى رميت الزباله شافته وراحت مصرخه. باباها قال لها في ايه؟ قالت دي في قطه، إيه ادخل انت وانا جايه وراك. وبعد كده قابلت طلال اللي اتبهدل علشانها وبيقول ان هو لسه بيحبها. بعد كده بنشوف ان البنت دي اللي كانت بتهتم بباسل قاعده مع صاحبتها وبتقولها ان بابا اتعرض لافلاس كبير جدا وانا مش عارفه اعمل ايه، بابا خسر كل حاجه وانا مش عايزه اخسر. قالت لها طب هنعمل ايه؟ وديه لطبيب نفسي يمكن يكون تعبان. قالت لها لا في حاجه اكتر من كده ممكن اعملها. هتجوز؟ قالت لها تتجوزي؟ قالت لها ايوه هتجوز باسل كرم. قالت لها ايه ده؟ ايوه بس ده ولد مش طبيعي تقريبا. قالت ايوه مش طبيعي وعادي هتجوزه، ثروته هتخليه طبيعي يا ماما، دول ناس اغنياء جدا وهو ده اللي هينقذنا من الضياع اللي احنا فيه. الحفله بقى اللي كانت مفروض فيه وجواد يروحوها، تعالوا بقى نشوف خطه عاليه قويه جدا اثناء الحفله دي. راحوا الحفله وطبعا الستات بيتكلموا عن علاقه عاليه وجواد انها رجعت تاني، وقالوا لعليا نتمنى ان احنا نشوفكوا دايما. لكن جواد اخد عليا على جنب بيقول منين بيقولوا الكلام ده؟ احنا المفروض سيبنا بعض. قالت ما تردش عليه عادي، ما تردش على الناس دي اصلا. بعد كده بنشوف ان المساعده بتاعت عليا بتتكلم في التليفون مع حد كان عايز عليا يعني، وهو طبعا رجل الاعمال ده كان عايز يصالحها. وبعد كده قفلت معايا وقالت منين طلع لنا الراجل ده وكمان في دي اصلا تستاهل اللي حصل لها، او تسمع وتأكد ان في مخطط بيتعمل ضد فاي. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيعمله تاني. عليا كلمت المساعده وقالت لها تبعت فاي بالفستان بتاعها ضروري، وبالفعل راحت علشان تقول لفاي. فاي كانت واقفه مع اوس بيقول لها ان في مخطط بيتعمل ضدك، والبنت مساعده عليا دي هي اللي بتتكلم مع الراجل الاعمال ده وبيخططوا ضدك فخدي بالك. اثناء ده بتدخل المساعده وبتقول خدي الفستان ده وديه لعليا، هي موجوده هناك في المكان اللي فيه الاحتفال، في الفندق اللي فيه الاحتفال. عليا بقى راحت تتفق مع الجرسون على حاجه يعملها، ادت له فلوس وقالت له هقول لك تعمل حاجه بس لازم تعملها.